يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إجهاض الجنين في بطن أمه قبل بلوغه 4 أشهر لأجل المصلحة؟ ما يجوز إجهاض الجنين إلا بقرار من الأطباء وفتوى من دار الإفتاء، لا بد من الأمرين، قرار من أطباء لجنة طبية معتمدة تعرض على دار الإفتاء وينظرون فيها. ما كل يلعب بالحمل وكل يجهض، ما يجوز. نعم.